يسمى الزول مقران. صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الساعه بيان سور الحد ديمونش 17 ديسمبر 2023. مرحبا بكم بور سيت بروميير فيديو دو سيت جورني. كوم فو سافي، كيما تعلموا ديمونش الحد راهو راحه عند خويانا التوانسه اللي نحييهم ونقول لهم صباحكم بالخير، عند خويانا المراركه اللي ثاني نقول لهم صباحكم بالخير وان شاء الله يوم سعيد عليكم ان شاء الله كاملين. ان بو بارتو في لو موند، اليوم الحد هو اخر يوم نتاع العطله الاسبوعيه، واليوم الناس كلها ما يخدموش ديمونش في كل عالم ثاني الا احنا في الجزائر. احنا رانا اليوم خدامين، هذه الجزائر كما قلت لكم عندنا المسؤولين تاعنا ربي يهديهم. واش نقولوا، ما عندنا نقولوا احنا حاجه اخرى، ربي يهديهم برك هذا مكان. ان شاء الله يولي ويحبوا يرجعوا كي الناس، باش نوليو كي الناس. على بالنا باللي احنا هذه امبوسيبل باش نكونوا خير من الناس، كون غير نكونوا كي الناس برك هذا مكان. الي هذا الصباح هذا ما ننساش باش كوم دابيتود جو في بارطاجي مي شير زامي افيك فو مون كافي دو ماتان. نقول لكم صحة القهوة النون، سي مون برومي كافي دو سو ديمونش. هايلة وهايلة 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 بزاف القهوة، مرحبا بكم. دونك كنت نقول باللي لو ويكاند يونيفرسال نورمالمون سي بور تو الموند، الناس كل الا احنا. احنا قالك احنا حقا حقا مسلمين، احنا ما نعندوش اليهود وما نعندوش مسيحيين، يعني على حسابهم هما اليهود والمسيحيين ما همش العباد، ما همش عباد، ما همش ما عندهمش اصلا الرب نتاعنا، احنا ماهوش الرب نتاعهم هما. نو نو او كونتخيغ، احنا الجنة مدير لنا لينا احنا المسلمين، وخلينا من المسلمين كامل مديرها الا لينا احنا الجزائريين. احنا رانا ربي ريزرفنا الجنة غير لينا احنا. فوالا الوغ، ديما كيما قلت لكم الناس شافوا هالمديح نتاع يسوع المسيح عليه السلام، جيسو. وحنا قريب ان شاء الله بايام قليله برك تفصلنا على عيد الميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، باش نعيدوا معاهم، نعيدوا معاهم، نعيدوا كاملين، ماهوش غير معاهم، باسكو سيدنا يسوع المسيح ماهوش تاعهم هما برك، نتاع العالم كامل. اللي يقول لك باللي هذا وبعثوا ربي الا القور، ولا بعثوا ربي الا اليهود، ولا بعثوا ربي الا منا، راهو ما يعرفش، خاطرش ربي سبحانه عز وجل ماهوش عبد باش يكون سيكتاريست ولا يكون راسيست، لا. حاشاه ربي سبحانه عز وجل، ربي كي يهضر يهضر مع العباد نتاعو كاملين، ما يهضرش غير مع فئه برك هذا ما كان. قال انتم المسلمين انتم عيدوا غير مع سيدنا محمد، وين
انتم مع المسيحيين، انتم عندكم سيدي عيسى، ايه وانتم ضحكوني الناس ساعات والله، راح نوليو كيما داروا لنا حنايا الناس كيقسمونا، هذا شرقي وهذا غربي وهذا شاوي وهذا ترقي وهذا منا وهذا منا، الوغ احنا فرد شعب كيما يقول الانسان. دونك هذه حوايج دنيويه انا ما نعطيهاش قيمه بزاف، انا على بالي باللي ربي سبحانه عز وجل اذا بعث حاجه راه يبعثها للناس الكل. فوالا. دونك اذا كان دين راه كاين دين واحد، ما كانش 10، دين واحد، سميه الاسلام، سميه المسيح، سميه الجودايزم، سميه واش بغيت، مي ان سول، ما كانش 10، باسكو ربي ما يتمسخرش، ربي ما يبعثش دين واحد ومن بعد يقول لهم نو، حرفوه هذو، اي خلينا منه، وي، اي ابعث دين واحد اخر للاخرين، ايوا زادوا حرفوه. ملا رب العالمين راح يرجع كل العباد ثاني حتى انا نمد حاجه لواحد قال هذا السيد هذا ما قامش بها ينحيها له ارواح نعطيها لواحد اخر. لا 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 سامحوا لي. وعلى هذا اليوم الحد الناس كل احبابنا المسيحيين في سواء في تونس ولا في المغرب ولا في كل العالم راهم رايحين يروحوا يصليوا اليوم لا ميس دو ديمونش لو جور دو سينيور. نقول لكم كاملين ان شاء الله صلاتكم تكون مقبوله عند ربي العالمين. ونزيد نقول لكم يا ناس ما تنساوناش بالدعاء لينا احنا خاوتكم للمسلمين، احنا خاوتكم المسلمين اللي ندعيو لكم كل جمعه، ندعيو لكم كل قلبنا خاطرش نتوما راكم خاوتنا وحنا ثاني رانا خويانكم وانتوما خواتاتنا وحنا خويانكم، رانا كامل كيما قال واحد خاوه كامل 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 خوا، حتى الناس اللي ما يمنوش هذوك راهم خوتنا. علاش؟ باسكو هذا لاتخومان يقول لك خويا انا عندي باكزومبل كل واحد يمن بحاجه، مي اون فان كونت شكون اللي راح يرد الانسان للطريق؟ ردوا انا؟ نو. شكون راح يردوا؟ يردوا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد ما يقدرش، يردوا سيدنا عيسى ما قدروش. دونك شكون اللي راح يرد للناس هذو كامل؟ ربي سبحانه عز وجل. والناس انا مانيش شو با ريليجيو، انا مانيش نعرف بزاف الدين، ها يقولوا باللي نزلت ايه على سيدنا محمد نهار كي شاف عمه ما حبش يمن به وما حبش يمن بالاسلام، عمه نزلت الايه وقالت له انك لا تهدي من شئت يا محمد بل الله يهدي من يشاء. اي سي فري، ربي سبحانه عز وجل وكان عينه ربي كان يدير كيما هك يرجعوا الناس كل مسلمين، لو كان عينو ربي يدير كيما هك يرجعوا الناس كل مسيحيين، لو كان عينو ربي يدير كيما هك يرجعوا كل يهود. مي ربي خلى الناس ليبر، خلى الناس ليبر، كل واحد يختار واش يحب. غدوه كيروحوا الناس عند ربي سبحانه عز وجل يشوفوا شكون اللي كان غلط وشكون اللي كان منه، وربي هو الغفور الرحيم ولا هو اللي شديد العقاب للناس اللي داروا حوايج اللي ربي لازمهم يعاقبهم عليه. عندك بالنسبه للناس اللي ما تمنش، هذوك يا خويا بينهم بين ربي، غدوة قدام ربي هما يتحاسبوا، هذا ما كان. وإذا كانوا على حق وما كان لا دنيا وما كان لا آخرة وما كان لا والو غير هذا كل سيدي فربيات تاع الإنسان، على غالب هما كيما كان واحد يكونوا هما عندهم الحق وخلاص، هذا ما كان. دونك أنا قلت وتوعدت باللي كل حد شاك ديمونش ندير فيديو كيما هذه باش نساند خوتنا المسيحيين اللي راهم معنا هنا في الجزائر، واللي مساكن اليوم ما كانش وين يروحوا يصليوا، ما كانش الكنائس مقفوله، الكنائس قفلوها كيف يسموا المسؤولين نتاعنا، ربي يهديهم على كل حال، وهما راهم هذا القفيل نتاع كيف يسموا بيوت الله، راهم داروا اثم كبير، راهم داروا اثم كبير. غير اذا باكزومبل كيما قلت لكم كان كنيسة اللي حلوها ودايرين فيها مشاكل ودايرين فيها هذيك يلقوها عندهم الحق وحتى ربي معاهم، كيما كان باكزومبل جوامع نحلوا جامع باش يصليوا فيه الناس يوليو يديروا فيه لا بروباغوند ويديروا فيه مشاكل ويديروا، ما بقاش جامع كسا حتى كي يلقوها ربي معاهم. مي كي دير اليو دو كولت نتاع المسلمين ولا نتاع المسيحيين ولا نتاع اليهود يصليوا فيه، كيفاش راح نقفلوا لهم انايا؟ كيفاش؟ ما نخافش من ربي؟ كيفاش؟ ما تصلحش. كيما حنا عندنا في الجزائر هنا عندنا بزاف الكنائس اللي مغلوقه وبحجه واش ما عندهمش لوتوريزاسيون. يا اخي انت كي تقول ما عندوش لوتوريزاسيون ياك انت اللي ما عطيتوش، اعطيه لوتوريزاسيون سيدي، اعطيه لوتوريزاسيون
دوك يروحي كيما قال وحدي، قال اخويا هاو نعطيك اوتوريزاسيون، هاو الشروط، هاو اخويا هاو الشروط، الشروط اللي مدارين على المسجد مدارين على الكنيسه، واللي مدارين على الكنيسه مدارين على السيناغوغ، واللي مدارين على السيناغوغ مدارين على كل واحد يحل حاجه قال هذه الدين. يا اخي عندك شروط، تصلي عندك الناس الجمعيه اللي راهي تسير في هذيك الاخر باش كما كان نتكلموا معاهم، والدوله عندها القوانين تاعها والنبي صلينا عليه. مي هما لا، هما راحوا قفلوا قفلوا الكنائس هذو، قال لك حنا بلد اسلامي، وهذه غلطه كبيره. مازالوا بعض الاغبياء، اسمحوا لي بالكلمه هذه، اللي يسميو الدوله ولا يسميو البيي هذاك يسميوه، قال هذه الجزائر مسلمه، فرنسا كافره، الامريكان كافره، السعوديه مسلمه، لا 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 لا، هذا راه غلط كبير كبير كبير. لازمكم تفتحوا اذنيكم، راه ما كانش بلد اسلامي وبلد مسيحي وبلد يهودي وبلد ما يمنش وبلد، لا ما كانش، ما كانش. البلدان كامله نتاع ربي سبحانه وعز وجل، كيف كيف، كي الجزائر كي تونس كي المغرب كي فرنسا كي الامريكان. فرد حاجه برك اللي نجمو نهضروا نقولوا باللي واش يقولوا باكزومبل في الجزائر حاليا، لا ماجوريتي يعني الماجوريتي تاع الناس لي زابيتون يعني السكان تاع الجزائر مسلمين. هذه وي خاش تهضر على الاشخاص، تهضر على الاشخاص، ما تهضرش على كيفاش نقول، ما تهضرش على 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 البنايات. البنايات ما يمنوا ما يصليوا ما كاين والو. والحاجه الثانيه، هو واحد يقول لك كيفاش نقول، حنا رانا دوله اسلاميه. الارتيكل 2 نتاعنا في الدستور يقول الجزائر دوله، مش الجزائر دوله اسلاميه، هذه مازلنا ما لحقناهاش، هي راهي جايه، هي راهي جايه نهار وين نكونوا دوله اجراميه ماشي دوله اسلاميه. يقول لك حنايا في الدستور الاسلام دين الدوله، الاسلام دين الدوله، وهذا خطا، هذا خطا، سيت اون ايغور، لازم المسؤولين يصحوا هذا الشيء هذا. خاطرش كي تقول لي كيما هكذا باللي دين دولة الاسلام، اسكو حنا عندنا مسيحيين ولا لا؟ يقول لي واحد من اقليه، هي اقليه يا سيدي، راهم 10 من الناس، اي هيا البلي بلي هي ما عرف قداش المليون، بصح نقولوا 10 من الناس يا اخي جزائريين هذو ولا لا؟ صح، وين هي الدوله نتاعهم؟ مالا الدوله كي عاد هذه الدوله نتاع الاسلاميين وتاع المسلمين، هما ما عندهمش دوله، مالا ما تصلحش، ما تصلحش. وزيد بزيادة، الدولة واش هي؟ خاطرش الإنسان لازم يخمم ويفرق بين الدولة وبين الحكومة وبين الشعب، لازم يدير الدولة شكون هي؟ يقول لي واحد الدولة هي مشيو تبون، راك غلط، راك غلط. يقول لي واحد الدولة هي مشيو منصف، راك غلط. لا، الدولة مؤسسات، الدولة مؤسسات، هي الرئاسة، هي الحكومة، الحكومة ما نهضرش على الأشخاص، نهضر على الحكومة، خاطرش الحكومة من بعد يجوا فيها الأشخاص. الدولة هي مؤسسات، هي وزارة الصحة، ماهوش وزير الصحة، لا، وزارة الصحة، هي وزارة العمل، هي هذه الدولة، هياكل، هياكل. هل هياكل هذو كي نقولهم أنتم راكم مسلمين، يا هل ترى هذو الناس يصليو؟ يا هل ترى يعبدوا ربي؟ علاه ما تقولوش للرئاسة تصلي؟ ما تقولوش اللي مشيو تبون، لا، مشيو تبون واش تان بريزيدون منتخب، منتخبوه الناس، هذاك مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، هذه حاجته، هذا هو شخص كيما حنا. مين نهضروا على الرئاسه، علاه ما تقولوش للرئاسه نتاعنا كيفاش الرئاسه هذه ما تصليش، اي كيفاش ما تصومش؟ المراديه، يا اخي تعرفوا مقر المراديه الرئاسه، علاه ما تصليش الرئاسه هذه؟ علاش الصباح ما تطورش الفجر وتصلي؟ يقول لي واحد مشيو تبون يصلي، لا يا اخي، هذاك راه مشيو تبون، هذاك راه منتخب يزيد ان دوزيام موندا ولا يزيد تروازيام ولا يزيد الكاتريام ويزيد الديزيام ويزيد السونتيام ويزيد ميليام، او يروح يروح، او يروح، والدوله تروح، الدوله ما تروحش، الدوله تبقى ديما قاعده. شفتوا العيال ايرور، يجي واحد يقول لي حنا رانا دوله اسلاميه، ما انا لا دوله اسلاميه، لا انا دوله مسيحيه، لا دوله يهوديه، لا والو، حنا دولة كيما الدول كامل. عندك الناس اللي تسير في الدولة،
الرئيس نتاعنا قادر يكون هو مسلم، قادر يكون مسيحي، قادر يكون يهودي، قادر يكون الديانه نتاعو، الديانه نتاعو حتى يقول لك حنا ما يسمحش الواحد يكون مسيحي ويكون رئيس تاع الجمهوريه. هذه غلطه كبيره. شوفوا حنا بيزومبل، ايماجينو عندنا واحد مسيحي وهو انسان قادر يكون رئيس وينتخبوا عليه الناس، كي ينتخبوا عليه قال شكون هذا؟ هذا مسيحي. لا يحقوا لك يا اخي، لا يحقوا لك. علاش لا يحقوا له؟ ماهوش جزائري؟ لا، لازم يدخل الاسلام، لازم باش يكون رئيس. وين شكون قال لك هذا؟ شكون قال لكم هذا الشيء هذا؟ شكون قال لكم؟ ربي قال لكم هكذا؟ حاشاه ربي سبحانه عز وجل. تقول لي الدستور، والدستور هذا شكون داروا؟ يا اخي داروا اشخاص، هذه تسمى حقره. كي تروح انت تحقر واحد جزائري ولا قالوا اقليه، حتى اقليه نعطيو له لا شونس تاعو يا اخي، نعطيو له لا شونس تاعو حتى هو قادر يكون. شوفوا تونس اخوينا، تونس اخوينا كان عندهم في الحكومه نتاعهم فرد واحد مسيحي، فرد واحد مسيحي، عطاو له لي غرون بورتفوي كيما قال واحد، لي بورتفوي الكبار، عطاو له حتى وزير السياحه، خاطرش هو عنده كونفيسيون جويف، عطاو له السياحه. علاش عطاو السياحه؟ عطاو له كاك؟ لا، عطاوها له بالعاني باش هو يجيب الناس، كو سوا اليهود ولا الفرنسيس ولا الكل، يجيبهم باش يجيبوا لهم الدراهم باش يعيشوا الشعب نتاعهم. روحوا شوفوا الامارات باكزومبل، الامارات اسكو الامارات هما اللي بناوا البلاد نتاعهم هذه ردوها هكا؟ هما اللي داروا البرج هذاك ما عرف قداش ندخر، وهما اللي بناوه؟ لا، هما قاعدين عندهم الدراهم، هم قاعدين يتكسخوا وعندهم الدراهم، جابوا الناس عطاو لهم حتى ناسيوناليتي، يهود داروا لهم ناسيوناليتي واش يقولوا اماراتي، وبنوا لهم البلاد نتاعهم، وعادوا اليوم الناس يروحوا للبلاد نتاعهم يزوروها، ويروحوا يديوا لهم الدراهم، ويروحوا كيما قال واحد للشعب نتاعهم يوكلوه ويشربوه عندهم المستشفيات خير من تاع الامريكان. هذو ملا، هذو من تاع جهنم، هذو يروحوا لجهنم. علاش؟ باسكو جابوا ناس ماهمش مسلمين. هذه الغلطه اللي راه مازلنا نديروا فيها حنايا، والغلطه الكبيره هو كما قلت لكم حنا المسؤولين نتاعنا يخافوا من العبد ويخليوا ربي، يخافوا من العبد ويخليوا الله تعالى. علاش؟ كيفاش تقفل بيوت الله بلا ما تخاف من ربي؟ وكي يجيك واحد من الماريكان، ولا تجيك اون ديليغاسيون من الماريكان، ولا تجيك اون ديليغاسيون من فرنسا، ولا تجيك اون ديليغاسيون من الطاليان، كيقول يسالوك يقول لك انت كيفاش هذا ما تحترموش الديانات؟ قال سي نحترموا سيدي. كيفاش يقول له كيفاش تحترموا انتم ما حليتوش للناس باش يروحوا يصليوا؟ سي حلينا سيدي، حلينا. اسمع شوف اسمع، الو واش راك؟ اسمع يا اخي، قادرين نجيو على اللي تحبوا نروحوا اكيد فولي عليا باش يقولوا باش نصليو في الكنيسه على الساعتين. ايا الزوج نجيبكم ان شاء الله، الزوج نجيبكم. روحوا فين واش يديروا؟ روحوا يجريو يحلوا الكنيسه توت سويت، يمسحوا الحاله، يديروا يشعلوا الشمع، يجي يروحوا يجيبوا البلاط. كي حاله يا اخي يا اخي يا اخي، على من تكذبوا؟ تكذبوا على ربي. هذاك هو اللي قال له اسمع اسمع يا اخي، اليوم رمضان. قال له ايه؟ قال له اسمع، احنا ما يهمناش يا خويا، يا اخي رمضان الناس يحسبوا فينا صايمين، ايا ندخلوا لداخل اخويا ونضربوها بغدا ونضربوها بعشاء وفي لمان. شفتوا الناس كيفاش جهاله؟ اسكو ربي ما على بالوش باللي راكم انتوما قافلين ليزيكليز وقافلين بيوت الله، وكي تجيوكم الناس لي جوندار دي موند اللي تخافوا منهم تحلوا؟ لو كان انا بالحرام لا حليت، لو كان انا بالحرام لا حليت يا سيدي، كي ندير حاجه نديرها ونخلي دخلها. مال انا مال السماء قاعد نفق صار، ما نخافش من ربي ونروح نحل انا على جهه ليزامريكان ولا على جهه الاخرين ولا على جهه الاخر؟ لا يا اخي، انا مادام قفلت نقفل، وعندي الحجج علاش قفلت. عندي اذا عندي كيما قال واحد بلي الناس هادو راهم داروا مشاكل، ولا الناس هادو راهم ما كانش وين نحلوا لهم ونعطيهم يديروا مشاكل، انا نقفل. مي اذا ما داروا ماشي ما داروا لا مشاكل، حنا دوكا ما سمعناش. حنا واحد ذبح واحد باسم المسيحيه في لا في خنشله لا في الجزائر لا في عنابه، ما شفناش. حنا الساعه نتاعنا حنا هما اللي يذبحوا باسم الاسلام، ما شفناش. نعتوا لي انا نتحداكم، هاي درك بعد درك قدام الملايين تاع الناس، اعطيني واحد مسيحي درك ذبح واحد باسم المسيحيه، اعطيني واحد، اعطيني. بصح ما تمسخروش، ما تلغبوش، ما تجيش تقول لي ها اليهود قاعدين يبومبارديو في لا اسمح لي،
هادو كيبومبارديو باسم اسرائيل، مي بومبارديوش باسم الجودايزم، لا سامح لي نو مسيو، هادوك عمرهم ما يجبدوا الدين تاعهم باسكو الدين تاعهم مقدس، الدين تاعهم مقدس. حنا ثاني لو كان جينا جزائريين نحبوا نبومبارديو الناس ونقتلوهم ونديروا نقتلوه باسم الجزائر، ما نقتلوش باسم الدين تاع الاسلام، الدين مش تاعنا باش ما نشوهوش الدين تاعنا. ادرك حنا اليوم انا مسلم، اليوم الناس راهم يقولوا انت ارهابي، علاش؟ باسكو الناس راحوا قتلوا ناس باسم الاسلام، شوهوا الدين الاسلامي وشوهوا الدين وشوهوا المسلمين. دونك انا واش نقول؟ انا واش نقول؟ نقول باللي على المسؤولين تاعنا ان يتقوا الله ويخليوا الناس تروح تصلي كما في تونس كما في المغرب كما بارتو. يا اخي هاد الناس جزائريين كما احنا المسيحيين هذو ولا اليهود ولا اللي عندهم دوتر كونفيسيون، خليوهم يروحوا يصليوا، خليوهم يحلوا نتاعهم الكنائس تاعهم وروح. واذا كنتوا صح في حوله وكنتوا رجال صح ويعني دوله صح، هاد الناس هذو اعطيهم وراقي مسنين. قال انت يا فلان بن فلان انت تقول بلي اني مسيحي؟ قال هي. قال انت مشكى جزائري تفضل شوف عندك 48 ساعه باش تكيتي البلاد، 48 ساعه تتهنى منهم، تتهنى منهم غدوه صباحك حتى كيجيوك الناس من الامريكان ولا يجوك من الخارج يجوك قال اخويا انت مشك حل. قال لمن حل اخويا؟ لمن حل اللي كانوا عندنا اعطيناهم كوارت راح دوك احنا كل مسلمين. شفتوا كيفاه؟ دونك بفرض حجره نديروا كيما قال واحد دوكو افيك اون سول بيير، روحوا لهاد الناس هادو اللي قاعدين لهنا في الجزائر يقولوا احنا مسيحيين نعطيهم وراقي. قال هاك تفضل تفضل يا اخي انت مش جزائري، علاش؟ خاطرش مش مسلم وتخش الاسلام وتخرج وحده منهم، يقول لك وين نخرج؟ اعطيلو انت الورقه نتاعو لاريتي نتاعو ارتيكل 1 ارتيكل 2 ديسيد من اليوم راك ماشي جزائري. ارتيكل 3 راهو عندك 48 ساعة ولا عندك شهر ولا واش عندك باش تروح. هو يهز هذيك نتاعو هذيك ويروح يشوف الدولة اللي تقبلو. قال ولدي انا كنت في الجزائر واليوم راه ما حبوش يقبلوني خاطرش راني مانيش جزائري، نحاولي لا ناسيوناليتي نتاعي خاطرش راني مسيحي. هما شوية يخليوه يروح لفرنسا شوية يخليوه يروح لوروب، راح تزيدو تونديرو سيرفيس، راح تزيدو تعطيو له تخليوه يروح يعيش العيشه نتاعو خير ما يروح يدير لاشين على على العدس وعلى الاخر. كونوا فحوله، انا كون جيت انا رئيس ندير كيما هاك، والله نديرها، والله نشوف مع البرلمان نديرو قانون يفوتيو عليه الناس. يا اخي حنا نتاع بني وي وي يا اخي، روح قول لهم نفوتيو واش كنتوما حوثالات ولا لا، ثم ندير فوتي يفوتيو حنا حوثالات. والله يا ناس والله، يا لو كان غدوه يديروا انتخاب، قال غدوه للشعب ريفيروندوم للشعب، قال يا نديروا ونديروا كيما كنا نديروا ريفيروندوم كاملين، والله تخرج 90% باللي حنا حوثالات. يا سيدي دونك ديروا قانون، خويا اللي ماهوش مسلم ماهوش جزائري، كونوا ارغازن كيما يقولوا الشاويه والقبائل، كونوا دير غازن ديروها، يلا خلي هذو العشره من الناس ولا العشرين من الناس هذو انا نروح معاهم. انا كي تولي هكاك انا نولي نقول لهم حتى انا مسيحي باش يعطيني نروح معاهم حتى انا. خلي الناس تتهنوا منهم، تتهنوا منهم وتولوا انتم قاعدين مسلمين اخويا في بعضكم، كلوا بعضكم وخلاص هذا ما كان. فوالا دونك اتوتالور ان شاء الله نرجعوا في نوتر فيديو. بون ديمونش اتوتي اتوس.